نار 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 يا حبيبي نار في الانتظار. نذكر أن هذا الدور الربع النهائي يجمع متصدر المجموعة الأولى نادي الاتحاد بثاني المجموعة الثانية نادي الهلال. مباراة الإثارة منذ أجيال بين هؤلاء الرجال. استاد مدينة الملك فهد الرياضية بالطائف 20,000 متفرج بطاقة الاستيعاب القصوى. الكلاسيكو العالمي مشتعل مخيف. كريم بنزيما النجم العالمي حاضر في هذه المعمعة. أمامنا عبد الرحمن الجاسم 36 عام للقطري حكم دولي منذ 2013 كان حاضر في مونديال قطر 2022 حين أدار مباراتين ويلز والولايات المتحدة الأمريكية وخاصة لقاء المغرب وكرواتيا. رومارينو أمامنا وعبد الله المعيوف في الصورة التذكارية. مباراة نارية في الانتظار. حكم الفيديو الكويتي أحمد العلي ويساعده جاسم عبد الله العلي. التذكير بالتشكيلة الاتحاد في حراسة المرمى جروي مهند شنقيطي أحمد شراحيلي أحمد بن مسعود زكريا وساوي وسط الميدان جولو كانتي إيغور كورونادو رومارينو وصالح الجمعان. في الهجوم كريم بنزيما. تذكير بتشكيلة الهلال عبد الله المعيوف سعود عبد الحميد خريدو كوليبالي علي البليهي ياسر الشهراني محمد كينو روبن نيفيز سافيتش ميلانكوفيتش ميشيل ريتشارد سالم التوسري والبرازيلي مالكام. أمامنا نونو سانتو وإسبريتو البرتغالي في 8 مواجهات أمام هذا المدرب جورجي جيزوس لم يكسب إلا مرة واحدة. المدرب نونو إسبريتو سانتو مقابل 7 انتصارات لجيزوس خارج المملكة. أجواء كرنفالية أنت يا سيدي الكريم لست في البومبونيرا ولا المونيمونتال في الأرجنتين ولا كذلك في الماراكانا. أنت في قلب السعودية أنت في الطائف في هذه المعمعة العالمية بين الاتحاد والهلال. أي نزال أي نزال بين هؤلاء الأقوياء. مشتعل نار قبل بداية المشوار. إنغولو كانتي أحد النجوم المنتظرة لهذه المباراة. عبد الرحمن الجاسم سيأذن الآن بانطلاقة الكلاسيكو. طلب الكرة من جواو أو كريم بنزيما. كريم يلمس الكرة هدف الهدفين جلاد كل الجلادين. كرة رائعة المراوغة والخطورة في هذه الكرة. رومارينو يوزع تمركز لمالكم محمد كنو روبن نيفيز مرة أخرى. 4-1 للاتحاد 4-2 3-1 لفريق الهلال. كرة من سالم التوسري يوزع خطيرة لولا الشرحيني. روبن نيفيز براس جول جول لسافيتش ميلينكوفيتش الزعيم يحكم بأحكامه. الهلال يفرض سلطانه. ازرق اللون من اجمل ما يكون فنون وجنون. راسية سربية للعملاق سافيتش ميلينكوفيتش نمبر وان القارة الآسيوية. رأسية قوية بنجومه العالمية نيفيز كوليبالي ميشيل سافيتش مالكوم والبقية. هذه هي البداية نارية لفريق الهلال. سماء مدينة الطائف طبعا أمامنا. كرة رائعة لليمين ميشيل ميشيل اللي يوزع متابعة من سالم التوسري. كرة خطيرة للهلال لقطة من مالكوم تعود لسالم
سالم التوسري الرابع اكبر هدف في تاريخ الهلال في المنافسات الآسيوية. متابعة هذه الهجمة القوية، ميشيل والحكم يرفع يده، عبد الرحمن الجاسم انذار للتمويه ضد البرازيلي ميشيل. ميشيل ريتشارد ينال الانذار. الهجوم للرومارينو على يساره كريم بنزيما، رومارينو يعطي السرعة القصوى وال وديع مودا ساندويتش. إيغار كورونادو كرة عالية لزكريا وساوي وكريم بنزيما يراوغ الأول يوزع ولا تصوير التصدي للدفاع والراية على كريم بنزيما. كل لاعب الاتحاد في الدفاع ما عدا كريم بنزيما. السعود خطيرة الكرة، تصوير على القائم الأيسر، قنبلة برتغالية لروبن نيفيس كادت ان تغالط الحارس مارسيلو كروي. هدف ثاني يضيع على فريق الهلال اي تسويه رائعه من روبن نيفيس. الهلال من اجل الهدف الثاني. إصابة البرتغالي جوتا، هنا في ميشيل عنده انذار، وإذا اصفرت احمرت. ميشيل قد يغادر الميدان بالحمرة. عبد الرحمن الجاسم يراقب الأحداث. هذه الصورة أمامكم للتدخل ساميتش ريبان بيس، كورة لميشيل، كورة جول، الحكم يأتي ضربة مرمى. ماذا يقول عبد الرحمن الجاسم؟ هل هي ضربة جزاء؟ يقرر ضربة جزاء لميشيل ريتشارد، ضربة قاضية لفريق الهلال مع نهاية الشوط الأول. هذه الإعادة يا السادة، ميشيل ريتشارد تدخل للحارس مارسيلو كروي والسافرة القطرية تؤشر على ضربة جزاء للسايم الهلالي. يمشي سالم الدوسري، جول 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 جول، الهدف الثاني لنادي الهلال. قلت لكم مشاهدينا الكرام، ميشيل كرة موجودة مفتوحة، يهرب وحده سالم الدوسري من اجل الثالث، يوزع. غريبة جدا، غريبة من مالكوم. مالكوم وجه لوجه مع الشباك، الكرة بهدية أكثر من رائعة ومثالية من سالم الدوسري. ومالكوم بطريقة غريبة يضيع نهاية الشوط الأول. مشاهدينا الكرام، إلى سعود عبد الحميد، الهروب لميشيل وغدارة، كرة غدارة من البرازيلي جوتا. إيغار كورونادو، جول
هدف اول للاتحاد، فريق العميد يسجل اول هدف المباراة. شعل نار في الميعاد يا حبيبي، في الميعاد كريم بنزيما العالمي كالعادة، لم يكن هو الهداف لكنه كان قريب، وطبعا رومارينو يأخذ المشعل ويغارد الحارس عبد الله المعيوف. مرتدة للشهراني، يكسل هجوم كانتي وسط الميدان كورنادو، كريم يتحرك، جوتا جوتا كانتي، والركنية ركنية لنادي الاتحاد بعد هفوة من الربن نافيس. يضغط الاتحاد، أفضل أداء في الشوط الثاني العميد رومارينو، التحذير لشوتا، كريم بنزيما والتسويبة عالية، التحذير لعبد الله الحمدان. شهراني مرة أخرى، كرة براس، جول مالكوم، جول غدارة غدارة وفيها شرارة، هدف هلال، هدف هلال نمبر وان القارة الآسيوية بالثلاثية، ثلاثية نارية، مالكوم الغدار مع نهاية المشوار. عواد ناشري استعد الدخول، كرة شوتة بالراس والهدف له عبد الله المعيوف أمام رومارينو. هذه المرة الكلمة لكابتن فريق الهلال مالكوم. إصابة رومارينو في الأثناء، هذا الإعادة، رأسية جوتا الأولى، تألق عبد الله المعيوف، كرة كانت رايحة للشباك ورومارينو يتصدى له. التأكد من عبد الرحمن الجاسم، لحظات مهمة، هل هنالك حلقة على رومارينو؟ علي البني في التداخل أمام رومارينو، وعبد الرحمن الجاسم بعد التأكد، ما هو القرار؟ ضربة جزاء، ضربة جزاء لنادي الاتحاد. أي سيناريو، أي سيناريو في هذا الكلاسيكو؟ إمكانية العودة على البني طبعا، ورقة صفراء علي البني، ورقة صفراء. يتقدم كريم بنزيما يضيعها، كريم بنزيما يضيع ضربة جزاء، كرة تصطدم بالقائم الأيسر لحارس الهلال في مباراة الحقيقة كسب كل الثقة، مطالبة بضربة جزاء من جانب عبد الله الحمدان، حكم يقول له لا. صوت عبد الحميد، مالكوم لابد من الهدوء، لابد من الهدوء، اما الزبد فيذهب شفاعا، ولا تبقى الا علاقة الاخوة بين العميد والزعيم. تهور شراحيلي في هذه الكورة امام ساميتش، ولو انه بطريقة غير متعمدة بالمرة.